بعد تجاهل الحكومة الإسرائيلية للمجتمع العربي ومسنيه بما يتعلق بمنح عطاء سلة غذاء أسبوعياً للمسنين، تقوم الجبهة الداخلية بشرائها من الشركات الإسرائيلية الكبرى. نجحت جمعية مساواة مع جمعيات مدنية أخرى بشمل المواطنين العرب بالعطاء، وذلك في أعقاب توجههم لوزارة الرفاه الاجتماعي والجبهة الداخلية. بأعقاب توجه مركز مساواة وهيئة الطوارئ القطرية ولجنة رؤساء السلطات المحلية، كان هناك تغيير في سياسة اقتناء المواد الغذائية من المراكز التجارية. إذا كانت هاي الوزارات الحكومية بدها تشتري كل المواد الغذائية ب 22 مليون شيكل على فكرة أسبوعيا من 5 مراكز تجارية وشركات كبيرة اللي ما عندها فروع في المجتمع العربي زي سوبر سول وزي رامي ليفي، الآن هناك سياسة جديدة إنه كل بلد اللي فيها 50 قصيمة غذاء، عمليا 50 عيلة محتاجة سيتم توزيع عليها قصائم غذاء يمكنها أن تشتري من مجمع تجاري واحد في داخل البلد المعنية. وهذه القضية مهمة إنه توزيع موارد الدولة ما يكون بس للشركات الإسرائيلية الكبيرة، إنما أيضا الشركات العربية، الشركات التي متواجدة في داخل البلد العربي، البلدات العربية زي الناصر، زي أم الفحم، زي شفا عمر، أيضا أن تستطيع أن تقدم الخدمات. بناء على القرار الذي أصدر، سيعمل مكتب الرفاه الاجتماعي مع الجبهة الداخلية على إيجاد مسوقين في البلدات العربية لتوزيع هذا العطاء على المسنين العرب بدءا من الأسبوع القادم، برقابة الهيئة العربية للطوارئ لمتابعة سيرورة العمل لإيصالها إلى العنوان الصحيح. قمنا من هيئة الطوارئ العربية بالتوجه لوزارة الرفاه الاجتماعي بحيث وجود حل لبلداتنا العربية، وتم الاتفاق مع وزارة الرفاه الاجتماعي أنه في كل بلد يوجد فيها أكثر من 50 قسيمة شراء يتم التعاقد مع موزع محلي في هذا الغرض، وسيتم ذلك عن طريق أقسام الرفاه الاجتماعي في كل بلد وبلد. القائمة بأسماء الموزعين سننشرها يعني في الأيام القريبة لكل بلد وبلد. كشف فيروس كورونا عن سياسات تمييزية بحق المواطنين العرب طالت حتى فئة المسنين، إلا أن الجمعيات الحقوقية والصحية العربية تقوم بهذه الفترة تحديداً بمراقبة تعامل المؤسسات الحكومية لضمان حصول المواطنين العرب على كافة حقوقهم، لا سيما في هذه الفترة الحرجة.